اهلا بحضراتكم من جديد استاذ محمد. اجي لحضرتك. طبعا احنا عندنا اربع لاعبين، فكان بقى في خماسي الحديث احنا واخدينه مثال عشان حتى اللي بيسمعونا اخواتنا اللي بيسمعونا في التحديات الثانيه لازم يعني تبقى الدنيا تتعمم، او يبقى الفكره اللي عندك دي تعمم مع الكل. احنا تاهلنا باربع لاعبات، باربع لاعبين كوتا كبير ماكسيمم كوتا. لا لا لا، احنا تاهلنا حضرتك بستة اربع لاعبين وثلاث اربع اولاد وثلاث بنات، يعني سبعه. يعني السبعه تاهلوا تاهيل مباشر، يعني ما فيهوش نقاش. طيب سواء من هايدا عادل واميره انديل. وسلمى ايمن عبد المقصود. يعني سلمى مش احتياطي. ما هو انت من حقك كدوله تلعب باثنين بس. يعني لازم انت كدوله تختار مين اللي هتلعب بيهم ومين هيبقى الاحتياطي في حاله اصابه حد ينزل يلعب على طول. تمام، يبقى عندنا دول الثلاثه. طب الاولاد كان احمد الجندي. الاولاد احمد الجندي واحمد اشرف هم تم اختيارهم من ناحيتنا. تمام. اللي خلصوا رابع وخامس العالم في البطوله الفردي في البطوله اللي فاتت. ثم اسلام حامد اللي احنا اخترناه احتياطي خلاص، والشريف نظير خارج الاحتياطي. الاحتياطي دلوقتي يعني دول يبقى ثلاثه اربعه مؤهلين. يبقى ثلاثه بنات اللي هم اثنين اساسي واحد احتياطي، واثنين ولاد برضو نفس احتياطي، واحد احتياطي واساسي. الاحتياطي هيسافر؟ لا، الاحتياطي في الخماسي لا يسافر. الاحتياطي في بعض الالعاب، يعني كره القدم ليك 18 لاعب واربعه احتياطي. تنس الطاوله في الفرق ليك ثلاثه واحد احتياطي. الاتحاد ده بيسافر. بيسافر. السلاح نفس الشيء. في العاب الفروسيه نفس الشيء. يعني الرابع بيسافر. بس في الخماسي مش هيسافر. الخماسي لا، مش الاحتياطي ده موجود احتياطي الى يوم السفر. وانت يوم سافروا خلاص. حتى اتصاب هناك ما اقدرش اعمل له ريبليس. لا خلاص، ده نظام بتاع. طب انت يعني كتسويق، انت عندك اسامي اللعيبه خلاص، الاتحاد اختار اللعيبه والاحتياطي وكل ده، تستغل ده ازاي؟ بص، هي مش انت تستغل ده ازاي، هو دي فتره حصاد للسبونسر اللي هو دفع اصلا من سنه. برافو عليك. يعني هي دي الفتره دي اللي انت بتدي فيها السبونسر حقه بزياده. تمام. علشان لما الولاد دي يجوا يحققوا نتيجه، تمام، يقدر يكمل معاهم بضعف الرقم. يعني حضرتك بدات مع اللعيبه دول واللاعبات دول؟ الاتحاد بدا مع اللعيبه دي. وانا بدات مع حد منهم جوه المنظومه. تمام كده. بس اللي هي عامله زي بالظبط البيت او الهره. لما انت بتيجي تبني بتحط طوبه وبعدين طوبه وبعدين طوبه وبعدين تطلع فوق. لو جت عاصفه جامده جدا وشالت الكلام ده كانك ما عملتش اي حاجه. لو وقفت ضد العاصفه ديت وتحملت وكملت البنى هيطلع الهرم مدرج في الاخر وهتوصل للنتيجه. احنا عايزين نوصل للنتيجه ان هي تبقى وين وين سيتويشن. هي دلوقتي فتره الحصاد. الولاد احنا عملنا ما يمكن عمله 70 80 مش هقول لك 100%. يعني انت قصدك ده حصاد مش شغل لسه دلوقتي. ده حصاد للسبونسر. طيب. هقول لحضرتك السبونسر اكيد دلوقتي مبسوط ان لعيبته اللي رعاهم وصلوا. طيب هل حضرتك عامل مع الشركات دي ان لو حد يا رب ان شاء الله وكلنا ثقه يعني باذن الله خد منهم ميداليه اولمبيه، هل ده هيعود بالنفع على السبونسر في ايه؟ على السبونسر؟ ما هو لا هيعود هنا بقى هيعود على اللعيب. فالسبونسر يستفيد اكسترا، يعني عقود بعض اللعيبه محطوط ان في مكافاه اولمبيكس. حلو. تمام. مع مكافاه الاولمبيكس انت بتاخد الكلام ده وتشتغل عليه سواء كان سوشيال ميديا او اوت دور او حسب الكامبين اللي محطوطه او الكونتراكت رولز بتاعته بتقول ايه. تمام. فالسبونسر مستفيد من اللعيب لحد 31/12/2021. وحصول اللاعب على الميداليه الاولمبيه ده اكيد برضه بيعود على اللاعب زي ما قلت حضرتك بالنفع، ان اكيد السبونسر بيزود دعمه ليه. انا هدي حضرتك مثال صغير ليه علاقه بالكوره. تمام. النادي الاهلي الناس بتفهمه. تمام. وبعدين اللعيب الاولمبي وبعدين لعيب بطل العالم. تمام. تمام. النادي الاهلي هو كيان وكبير وكل حاجه ومعروف على مستوى القاره. بس امتى النادي الاهلي اتعرف النادي الاهلي عالميا؟ بطولة العالم للانديه. بس لما وقف على ايه البوديوم بتاع ايه بطولة العالم للانديه. تمام؟ تمام. نفس الكلام، اسهل واوفر طريقه توصل بيها انك توصل مسج للعالم اجمع انا مصر وقفوا على بوديوم بطوله عالم او بطوله اولمبيكس. برافو. خلصت. دي اوفر طريقه، دي الطريقه السمارت. يعني لو انا هصرف 100 مليون دولار، لو الدوله المصريه هتصرف 100 مليون دولار عشان توصل مسج للعالم كله ليه علاقه بالاقتصاد بالسلام بالموضوع سد النهضه. الرياضه هي القوة البوابه الحقيقيه لقياس التحضر لاي دوله، وهي النافذه لاي رساله عالميه موفره. يعني المليون دولار اللي هتصرفه على لعيب خلال يعني 15 مليون جنيه مثلا، هديك ده اقصى رقم ممكن تعمل منه بطل اولمبي. انا بديك ده المثال مثلاً اللي بيتعمل منه البطل الاولمبي العالمي. تمام. في انجلترا، في هولندا، في امريكا يعني. تمام.
هيعادل 100 مليون دولار تصرفهم في ميديا خارجيه عشان توصل مسج للعالم وتقول لهم ده علم مصر لونه احمر ابيض اسود في النسر في النص. عملت دعايه لو عملتها بادروايز هتدفع مئات الملايين من الدولارات.